انت شيت استهلك شهقت عوافي وخيبت ظني وصدق وياي ظنك تضاربني اروح لوين رحت بكل مكان وسيفك ببابي شكلي لوق لك بس عندك ازمة ذوق اللي يغرد لك عمر ما تعرف تسمعه وجه الخوف ما يراد بس هو شحلاته يصير لو خايف على بنيه رجعنا منين ما جابتنا الايام المطر من ينزل من الغيم مرغم الخير مساء الورد عليكم مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامجكم رسائل شوق. هاليوم راح تكون رسائل جديدة مع شاعر جديد إن شاء الله يا رب راح نكون موفقين في تقديم هالحلقة. مساء الورد علي جمال. مساء العافية علي إسرائيل. شلونك؟ كل العراقيين. شلونك؟ الحمد لله بخير زين. شخبارك إن شاء الله الحمد تمام. الحمد لله بهالدنيا. مختفي. والله إنه مو جديد على علي جمال مختفي. أي شنو سبب هذا الاختفاء؟ يعني بحكم ظرفي يعني حكم دوامي عسكري. طيب هذا الشيء مأذيك لو ماخذ من عندك لو عادي انه خلاص؟ طبعا انا تعلمت على هاي الحياة بس بنفس الوقت بعدني عن موهبتي عن ناسي عن اصدقائي عن متذوقين الشعر عن ارتباطي بكل المجالات اللي تخصني. شو قد مواليدك؟ انا 88 مواليدي. شو مخلص؟ بكالوريوس آداب علم نفس جامعة بغداد. ما حاولت تتعين بشهادتك؟ ليش قررت العسكرية؟ لا انه اقصد يعني باختصاصك مو 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 السلك العسكري. اذا نحكي بهذا الموضوع فراح ندخل اي المشاكل اصلا. يعني انا واحد من ملايين خلاص انه متقبل الامر الواقع والحمد لله وشكر على كل حال. ابو انا ابو غدير. اي والثانيه فدك. فدك اكيد هم اغلى شيء بحياتك. الحمد لله والشكر. مرتاحين ان شاء الله؟ أكيد تمام اكيد الحمد لله. بعد شكوش ماكو احكي لي تحياتي لهم وبيجدهم هم بيجدهم تحياتي لهم. تحياتنا لهم اكيد بنوتات وتحياتنا لوالدك. خلي نسمع القصيده اللي احبها. قول خنكتي تسوي واهس للي يضحكون خنكتي تسوي واهس للي يضحكون شماتة بنصهم وطاريين جاب وداعت شيلة أمي البردة النار غير الطيبة شي ما بي ينعاب من السواها قبله وعاند الريح وخلى بحضن واحد ماي وتراب من الراسم حلم لعيون عميان الله وضم أغلى منياته بوسط سرداب وانا شفايت لي لو غربة اللي يضحكون وقت وين وين اختار الاصحاب وما انساك كلها بكفه وانتي رحتي وما حسبت الهجر حساب اخر مره كنت ببابي تبكين وسلمتي وبديتي باول غياب ومثل طبقه جفن عينك طبقتي بيدك لجن ما قلتي لي الاسباب وانا المفروض اخاف بروحتك هاي من ما طلع صوتي بشده الباب وشد بشعرك وكني عليك شاد وحلفتي ما يفل الا الهوى الهاب وقمت اتخايل برجلي انا اللي يطير رساله يجيب لي بلك الله وصير نسيت الدنيا ليش ظل لي تفكير ما ميز الزاجل من الاغراب ومنه المثلي حمد الله وشكري منه المثلي حمد الله وشكري اول مره احبك قبل ما حاب وحزدوني وقمت احسب بالايام الفكر شايب عشت وانا بعمر شاب وعلي الناس يا مصيح كذاب كذاب هذا كان شمعة وبالعجل ذاب انطفيت وبيا ظلت حرقة الصار انشوى يلزمني بيا حرور تصوار لحد ما خلصت أجمل غزل بيك ورجعت من الصفر أكتب بالعتاب الله سلامتك الله تسلمي. حلوة أشكرك. حلو هذا البيت الأخير خوش قفلة أشكر طبعا. طيب علي جمال نروح الفاصل. أكيد مشاهدينا الكرام نروح الفاصل وراجع لكم.
علي اشو عاجبني اخونك اي اي صريحه وياك واشو عاجبني العب خوني وفرحيهم خوني وفرحيهم ذول اخواني اي كلهم صفقوا لك والبكيتان خوني وفرحيهم كلهم كلها اخواني بوقتها صفقوا لك والبكيتان الله الوقت الله يرحمه بكثر ما تغارين عقدت العطر اللي تخليه بقمصاني أوخر منك وكل عقلك الزعلين الهوى بي ما رضيت ياخذ مكاني الله نركض واحد على الثاني واللي يشوف لهفتنا يحس اثنين ننتاني الله نركض واحد على الثاني واللي يشوف لهفتنا يحس اثنين ننتاني وانا حسيت بيك وقبل لا يقولون شف محبوبتك لازمها شف ثاني اول مره كذبهم وما ارتاح من الرجفه صعدت فوق ذرعاني الله ايش قال لك وقت نعتي وانت ذا تبردين الشمس ما تكفي الا بشويه تحضاني الله وتنازل واجيب الماخذك واوقف قدامك وعينك كون تقراني من البينا حبيبك اني لو هو ومن الوجه بكثر ما ناطر تشوه سألت على القمر وانا انفخ على الغيم من قلتش عجب لي هسه ما ضوى اتعب والحويته يروح للمرتاح اتعب من البينا حبيبك اني لو هو ومن الوجه بكثر ما ناطر تشوه سألت على القمر وانا انفخ على الغيم من قلتش عجب لي هسه ما ضوى أتعب والحويته يروح للمرتاح ما عاشق ما عاشق صدق بس فاهم استوى ومن حبيتك ومن ما قدرت انساك وهن اثنين هن ماي جنب القوة من حبيتك ومن ما قدرت انساك هن اثنين هن ماي جنب القوة بعيد انت وبعد ندرش حصل وياك من ذاك الصريخ بنص لذن دوى وتقلب مثل اللي يقلب بذكراه من برا اضحك ومن داخل تلوى واتقلب اتقلب مثل اللي يقلب بذكراه من برا اضحك ومن داخل تلوى انا مربي الشعر اللي براسك من سنين الله انا مربي الشعر اللي براسك من سنين بس فهميني لما نحبك السوى لا جايب ورد بالبوقه لعيونك لا جايب ورد بالبوقه لعيونك اي تعبتي وشلت هم الراحه تمتونك والنهاية القصيدة حلوة خاف أكمل القصيدة ويعرفون منها الإنسانة بس هي ضمير مستتر تقديره وهي خريجة عربي زين ليش ما تحب الناس تعرف منه هي ها ليش؟ لا ضمير مستتر تقديره هي حتى موجودة على لسانه خلاص إذا متوفية الله يرحمها فالقصد يعني أنت برأيك أي قصيدة تنكتب لازم تكون هذا السؤال أنا دائما أسأله كل شاعر ولا هو تقليدي لازم تكون أنت بوجهة نظرك أكو شعراء ما يكتبون إلا موقف حقيقي يمكن لا أنا مو إلا موقف يمسني أكو قصائد طبعا خاصة بي يعني أنا قصائد كاتبة حتى ما أقدر أقراها الأسباب مثلا ما أقدر أقراها قدام الناس أكتبها لا مجرد أكو شيء بداخلي فرغتها على الورقة مثل شنو هواي قصائد مثل هسه ليش مثلا يعني هواي قصائد قصيده شلون انساك مثلا يعني اخراج مقطع منها قولي شلون انساك شلون انساك وانا بكل طريق اثنين بيمشون ويتيهون قمت القاك ونسد الدرب بالهوى من نفوت انا وياك قمنا نطش ضحكنا بعين اللي يودعون وقبل لا تطلع نغبش عاندنا الشمس حد ما طفت كلش وضوجناها بعد أكثر شي عكس الضواه وإحنا ما نرمش وضوجناها بعد أكثر شي عكس الضواه وإحنا ما نرمش وبعد ما أقدر أكمل القصيدة يعني فقلت لي شكو قصائد خاصة تكون بالشعر أكو حتى شعراء يكتبون قصائد هيك بس للأصدقاء يمكن حتى أن تصير لمة تصير قعدة تصير أمسية بيناتهم طبعا الجلسات خاصة إنه إيه بالضبط جلسات خاصة مو ضروري وكو قصائد عن موقف مثلا صديق أو موقف أنت شفتيه بالشارع مثلا أثر بيك أثر بيك شخصيا حسيت أنه هذا الموقف تلبس بشخصيتك أنت بالكيان اللي بداخلك فتعبرين عنه بقصيدة أوكي علي بعيدا عن المثاليات خلينا نبتعد عن المثالية دائما يقولون وسط الشعراء وسط علامات استفهام مع لو ضد طبعا مع
معه. لأن أنا من الوسط فعلا. قلت لك بعيدا عن المثاليات وأنا أعرفك مو مجامل صريح. برأيك ليش؟ لماذا؟ كثرة المجاملات أثر سلبيا على هذا الوسط. شلون؟ مثلا العلاقات فضلت عن طابع الشخص للشاعر أصلا. لا أنا أقصد عن أخلاق الشاعر، عن بنية الشاعر، عن سيكولوجية الشاعر، كله هو الشاعر. إذا حكينا على الشخصية بصورة عامة مثلا فما نحكي بس على الوسط الشعري، فكل الوسط الفني، كل الوسط الفني اصلا طبعا عليه نظره استفهام. خلينا نحكي على الوسط الفني باعتبار نحن شعراء. شوف هسه اخاف نحكي ويقولون الشعراء يحكون على الشعراء. لا زين انت اللي تحكي، خلينا نحكي عادي ماكو مشكله. يلا يعني. شوفوا بحكم احنا لا تنسين احنا مجتمع شرقي، اي لازم اكو قيود. يعني انت حالك مو حال جوارينك القاعد ما له علاقه بالفن؟ لا طبعا. شنو اللي يختلف مثلا؟ مو انا هسا أنا مثلاً وجهة نظري تختلف من ناحية الجهة، تختلف عن الإنسان الاعتيادي مثلاً بالضبط. مجرد يسمع أنا متعايش بهذا الوسط أعرف شنو الوسط. أوكي. زين أنا متعايش بهذا الوسط ما مقتنع بي وسط، ما مقتنع بي وسط. إحنا ما نريد وسط معصوم ما بي أخطاء، طبعاً كل شارع بي أخطاء هو أي. بس قلت لك إحنا بحكم مجتمع شرقي أكو قيود، مثل ما تفرض علي تفرض على غيري. أوكي. إحنا هواي ناس مثلاً استثنينا هاي القيود مثلاً طلعنا من هذا الشارع، لازم احنا ما دام عايشين بهذا المجتمع لازم نتحمل الحكي ولازم نحترم هواي احكام المجتمع. لازم نحترمه مثلا، مثل ما الناس احنا نريد ما نريد نفرض شخصيتهم عليه بالقوه، لا نريد نقنعهم، نريد نقنعهم انه هذا الوسط وسط جميل. نوصل صوره حلوه مثلا. قلت لك هواي اكو ناس دخلاء على الوسط، مو احكي على الوسط الشعري بصوره خاصه، الوسط الفني مثلا دخلاء مثلا شووا هاي الصوره فحق حق الانسان الاعتيادي. طبعا تشوفون احنا شلون نتناقش، احنا ايش نتناقش بالتليفون. زين علي اني القصد ليش هاي النظره الماخوذه على 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 الوسط الفني ما ماخوذه على وسط المدرسين، على وسط الاطباء، على وسط اهل الكهربائيات؟ فتفاهم شنو اقصد طبعاً. ليش مع العلم بغض النظر عن كثير من السلبيات، يمكن اكو سلبيات اكثر في وسط التربيه او في وسط الصحه او بالتعليم او باي مكان من الوسط الفني، بس دائما بالضبط اوف لاين، لكن احنا افيلبل دائما، الكاميرات علينا، العين علينا، يمكن بسبب التلفزيون. وقلت لك قلت لك نرجع للنقطه الاولى، الخطا مو من الناس، مو بشارع البرة. اذا مثلا نظرته غريبه خل اعطيه قصور الا 30%، مو هاي ال 70% يتحملوا الوسط. زين شنو ذنب الوسط الفني بالعراق؟ هسه دائما يقولون علينا احنا وسط، ما اريد اقول حكايه لان انا ما شاء الله عليهم الحكايه ياخذوها منا، دائما وسط علامات استفهام، ليش؟ قلت لك ملتزم بالقيود. اوكي برايك هاي النظره نفسها بمصر وليبيا والسودان ولبنان والدول؟ لا طبعا. شنو لا طبعا. اذا نرجع نقارن ذيك الدول، ذيك الدول بها انفتاح قبلنا بهوايه هواية مثلا، خاصة الفترة اللي مضت حكم النظام السابق. شنو الانفتاح بوجهة نظرك؟ إذا ترجعين مصر ناس هم عايشين على السياحة فمطلعين على العالم، والعالم هم ناس عايشين على الفن والعالم مطلع عليهم. هسه ما نقدر احنا عايشين على الفن بس عايشين على السياحة والناس اللي تتوجه لهم. لا أقصد بس أنت شلون تعرف مصر أنه حلوة وبها أهرامات قابلة تدورت بالكتب؟ لا احنا نتفرج أفلام مصرية. أنت رحت الهرم يعني أنه الهرم دائما نعرفه، أوكي؟ فانه نعرفهم من خلال فنهم. احنا يعرفونا من خلال شنو؟ والله خلال الحروب اللي مرينا بها. بالضبط. يمكن هالحروب عكست موضوع سلبي علينا. الحروب ورا الحروب تطور وانفتاح وانترنت وتكنولوجيا. استخدمناه صح. نرجع السبب المواطن نفسه. اكو حل برايك لو ما ندوخ نفسنا ونحكي بالموضوع نغير الموضوع احسن؟ شوف الحل حتى احنا لن نتعمق بموضوعنا، المخرج يقول لا تغيرون بالموضوع احسن. تحياتنا حتى نتعمق بموضوعنا. انه الحل بيد الناس نفسها. ما ننتظر من الاكبر من عندنا. او يجوز الناس عاجبها خلاص مش تتحمل الحكي ومشكلاتها. تحياتنا لكل شخص عراقي يحمل جنسية عراقية. أنت يعني دائما نقول على العراقي شريف وصاحب غيره، وعندنا عادات وتقاليد نتمنى نتمسك بها. صح. علي احنا قبل قاطعك بخير، كل اعتزازنا واعتذارنا الكل وسط ذكرناه، بس احنا ما ذكرنا بالضبط. لا احنا بدنا نحكي الحقيقه، بس هي حتى الناس تعرف انه نظره الشارع شنو مثلا. والحكي مو بس الوسط الفني، حتى
عنا صاير كل شخص عراقي عنده فيسبوك يعرف كل شيء، يعرف الفساد وين، الخير وين. صح مو صح؟ صح. علي برأيك الذواقة هسه شلون تحكم عليهم؟ هسه أحسن قبل أحسن؟ بين قوسين اللي يقعدون بالمهرجانات يصفقون. أكو ناس شعراء المتذوقين حاليا استفادوا منهم، الشاعر استفاد من المتذوق طبعا. أكو ناس متذوقين ما استفادوا من الشعراء؟ شنو يستفاد المتذوق برأيك أنت؟ غير بس يعمم قصيدته شعبه. لا وهي مثلا يعني ممكن متذوق يصير شاعر؟ لا طبعا. لا طبعا لا. شلون لا؟ شلون لا؟ الشعر الموهبة الوحيدة اللي لا تدرس ولا تعلم. مو تدرس لحظة هسه أنت بحكم ممارست، مثلا بحكم ممارسة أنا هالقد ما أسمع الشعر إيه؟ يجوز صير عندي محاولات حتى أصلح أبيات، بس ما أبدي قصيدة ابتكرها ما صير هذا. لحظة هسه أنا مثلا أنت صار لك 20 سنة تسمع شعر أو صار لك 10 سنين تسمع شعر أوكي، أقرأ لك دارمي مثلا عمية ورتشيتشة تحال تتتشة على السور، قلت لها دربك وين؟ أنت ما راح تطخ يمك وتقول لي قالت للقبور مثلا. ترى الشعر أوكي هو أذن موسيقية، هو مدام تعلم على الأذن الموسيقية يمكن يقدر يرد على دارمي على أبو ذية. لو أنت شو تقول؟ زين هواي ناس نقاد تمسكوا بهذا المجال، مجال النقد، وقصيدة ما نزلوا لحد الآن. هواي عندنا احنا بالعراق. شوف الشعر، الشعر مو انا اتاثر بقصيده، انا اصلا ما عندي هالموهبه الشعر، بس انا قد ما اسمع شعر قمت اكتب شعر، حتى المقابل ما راح يتاثر بيها. الشعر تحس الموضوع صار الي طبعا، مو انه من الله وتجيك موهبه. طبعا الشعر انا من لا شيء خلقت شيء، لذلك هي الموهبه الوحيده اللي لا تتعلم. كل المواهب طبعا تحياتنا لهم، الرسامين الفنانين الكل تدرس بكل مدارس فنون الجميل كل الا الشعر. اكو درس للشعر بس يعلموهم الوزن، يعلموهم النقد، تاريخ الشعر العربي مثلا القديم، بس يعلموه شلون تكتب. ماكو الشغله قوانين كتابه الشعر اي، بس كتابه الشعر ماكو. صدق اذا قالوا لك تعال انت سامع هذول اللي يجون يقولون لنا خبر راني ما تعلميني شعر خبز هو خبز اقول له ما اقدر اعلمك إيه؟ والله جيدك وناس انه يعتقدون انه الشعر صح. يتعلم. علي شو سمعنا؟ كيفك انت؟ تدلل عيني، مخرجنا يريد يسمع. نحكي عن قصيدة الأم. يلا قصيدة الأم. الله يطول لنا القصة. الله يطول العمر الوالدة طبعاً، تحياتنا لها أكيد. بس القصة عن فتاة يعني أنا أعرفها حق المعرفة، إنه فقدت أمها وهي مثلاً ما بين عمر الطفولة وبعد ذاك العمر مثلاً، توها عرفت الدنيا، شبت على الدنيا، توها الضحكة رسمت عليها. فقدت أمها ووقت كلش قريب، فترة قصيرة اكتشفت إنه ما حد وقف لها حتى من أهلها. قصيدة قبل فترة تقريبا قبل 10 أيام إنه نزلت للشارع، سجلتها بصوت تحياتنا لها المتذوق صاحب الصوت الجميل ضياف العلي، وصوت الطفلة غزل عمار العربي. تحياتي لها. الحمد لله القصيدة وصلت، يمكن تمست هواي ناس من الشارع حتى اللي ما فاقد أمه بس حب القصيدة لأن بها قصيدة إحساس واقعية. أقول على لسان البنية تقول أول مرة حس روحي وحيدة الدنيا من دونك، أول مرة حس روحي وحيدة الدنيا من دونك، بعدني صغيرة واتذكر براءة حضنك الدافي، تلوليلي وأفز وازعل من القى مغمض عيونك، إش قد شالتني عين الناس كلها تروح في دول شيلة تنتونج، وكبرت أنا كبرت وما شفت بالدنيا حنيتك، حنينة بحضنك السئليني هاي بنيتي شلونج، أسولف لك يا يما بدونك شلوني، هاي يا يما وشلوني، رسمتيني ولا واحد عرف لوني، وجد قلوبهم بيك المصبروني، واشهق دمعتي وتصعد على عيوني. الله كل هذا وخفت من كلمة التنقال، هاي الماتت امها بساع، هاي الماتت امها بساع، وانت تخيلي شلوني، تشوج ناستك ما طلعت من البيت، حسينا بدفل ما حاصل صلى، كلها استعجلت للمقبرة يركضون، كلها الصيح بينا على الدفن يلا، وانا اركض اركض يا يمه رايد اشتم بيك،
أحثر ماكو منهم كلمة اسم الله. ها يا يمه وشلوني وش بسرعة الحفر قبرك برمشة عين، يل خلصتي عمرك بالسهر وياي ما لحقت حضنك حتى سد الدين. يا ماي يا ماي ومن دفن تجوج ناستك ما طلعت من البيت، حسينا بدفل ما حاصل صلى، كلها استعجلت للمقبرة يركضون كلها صيح بينا على الدفن يلا. وانا اركض يا يمه رايد اشتم بيك، اعثر ماكو منهم قال اسم الله وش بسرعة حفر قبرك برمشة عين، يل خلصتي عمرك بالسهر وياي ما لحقت حضنك حتى سد الدين. عفتيني يا ماي اندفن جوا القاع، شو حصل لو امدلك بالقبر ليدين. يا يمه يا يمه وقبل لا منهم اطلب شي بسرعه تجر ذاني كلمه البعدين. ها يا يمه وشلوني وانا منين اجيب الحفر قبرج ذاك، وانا منين اجيب الحفر قبرج ذاك وحلف بكر قبر تعب جفوفي دي عدله ومن تراب البيده فوقي طم. علمتيني يمه احكيلك البية، علمتيني يمه احكيلك البية، ابشرك هسه نفسك ابشرك هسه بنتك من نفسها الضم. الله ودعيت من الله. علمتيني يمه احكيلك البية ابشرك هسه بنتك من نفسها الضم، وادري زعلك واتمنى ما تزعلين، دعيت من الله بعدك ما اصير ان ام. الله دعيت من الله بعدك ما اصير ان ام. الله انا حلو. اسف خاف القصيده أترجم. لا قصيده حلوه، وخلي بالك اي قصيده عن الام تهز الواحد. صح اي قصيده الام ام بعد ما تتعوض بشي ابد، فعلا ابد. والله يرحم امهاتنا والله يخلي الامهات الموجودين ويخلي امك. عندنا فاصل نروح فاصل ونرجع لكم. رجعنا لكم مشاهدينا الكرام ومستمرين في برنامج رسائل شوق ويا علي جمال. علي جمال اسمك فني اكيد، تدري عمي اسمه جمال وابوي اسمه كمال الله يرحمه. لا لا حرام عليك موجودين حتى ضحكتش. ايه هو الله يرحمنا اي اكيد الله يخليهم الي. تحياتي اكيد لابويا وعمي وكل اهل تبوني الله يرحمه تبوني هسه. اي والله علي ايش معنى ما اختارت علي الشمري مو علي جمال؟ لوجود شاعر اسمه علي الشمري تحياتنا له. تحياتنا له طبعا لازم احسب على حساب. تحب له هاي القصيده مالي يحب واحد يحب يوم ويا واحد؟ اي حلوه هاي القصيده. حلوه مو بيها فيكه يا قلب وش بيك مو يا قلب وش بيك ظل بصدري قاعد مو هيك شيء. حلوه هاي القصيده انا احب واحد يحب يوم تحب واحد يحب يوم هذا تلاعب المفرد حلو. اي برايك هذا ذكاء من الشاعر لو حظ؟ لا ذكاء طبعا ذكاء طبعا ذكاء. منو احس اكو شعراء مختصين بهيك لعبه مثل عبد الحسين الحلفي الله عبد الحسين الحلفي الله يرحمه صباح الهلالي عنده هيك سوالف. اكو شاعر ذاك اليوم سمعت له قصيده اسمه مطوري حسين علي تحياتنا يا يابا شاعر يخبل تحياتنا. سمعت له هيك قصيده يدمج بين ابو ذيات وقصيده و يعني فكره كلش حلوه. طبعا هذا ما يسهوله تلاعب مفرده احنا مثلا، بس تلاعب المفرده هسه البيت اللي ذكرتي لعلي الشمري مثلا أي. نفس المفرده كررها بالشطر الثاني بس بغير معنى. اي اي هذا تلاعب المفرده. يعني عبد الحسين الله يرحمه قشمرونه مو اي كان يتميز بهاي الشغله. المرحوم فاضل عبد السادة كان يتميز بهاي الشغله. صحيح صح. مثلا عبد الحسين يقول بيا شارع افوت القاك موجود، افوت بغير شارع هم الاقيك، اطب للبيت قبل القاك موجود. مثلا ذني التلاعب المفرد نفس البيت عيده بغير فكره. صح. يكونوا موفقين لان عندهم ذكاء وخبره. طبعا اعتقد الخبره لها 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 يعني حق بهالموضوع. ما تاخذ حيز 100% الخبره، مثلا الخبره طبعا تلعب دور. يعني انت برايك ممكن شاعر صار له اشهر او سنه يقدر يلعب هاللعبه؟ طبعا هواي ناس صار لهم سنين انه ما وصلوا للمساحه الاعلاميه. صح. هم عندهم خبره. بس اكو شباب لا، شاب ذكي عرف شلون يكتب القصيده، خلى القصيده تلامس مقدم البرنامج
وتلامس المتذوق اللي بالشارع وتلامسه هو نفسه مثلا نجحت القصيده. علي علي جمال، منو تتمنى يكون الضيف اللي وراك؟ انت وجه له دعوه. واحد للغايب عن الساحه امير المالكي، تحياتنا له. تحياتي له. امير يكتب حلو. امير مالكي يقول غيروك وزغرت بعيني الحياه، اي ولعبت بايدي اصابيع الجروح، لا ولا يحتاج تنكر من نجيك، هي عتبه بابك تاشر للروح. الله، تحياتنا الى اموري. حلو. زين لو خيرتك واحد ثاني منه بعد؟ كثير من الشعراء. انطيني كم. لا تحرجيني انت حتى لا يصير مثلا. اوكي ثلاثه قلت امير، بعد اثنين. انا احب وجهه نظرك تعرف. طبعا لازم نخلي بيناتنا احسن. لا لا ويا الجمهور حتى لا يقولون رنين بعدين، هاي قدامكم الثلاثه راح يقولهم راح يكونوا موجودين. بس الحلقه تجي امير المالكي ان شاء الله. ان شاء الله نقدر نقول ان شاء الله ورا امير المالكي مثلا. اي منو؟ نخلي اسماء مثلا ان شاء الله نتفق على شيء. اكو شاعر معجب بطريقه كتابته من مثلا من اهل الغربيه اهل الموصل باعتبار تم مدينه الصدر؟ شوفوا انا ما احب الشعر عموما، لان انا وجهه نظري وذوقي مثلا ما اقدر اتذوق القصائده مثلا، بس اذا سائلين اكو قصائد اتذوقها انا. مثل هواي قصائد مثلا، تحياتنا لاحمد هندي شاعر مبدع. تحياتنا له من الرمادي. تحياتنا عمر القرغلي، استاذ عمر تحياتي له. عمر القرغلي تحياتنا له. مهند العساف من كركوك تحياتنا له. كتابة عندهم حلوه، ترحت ذيش الجهه الحمد لله، حتى ما نذكر الوسط والغرب والجنوب مثلاً. العراق كله من الشمال للجنوب تحياتنا لهم. اكو بكل محافظه مجموعه من الشعراء والله يعني هنيالنا بيهم جد. فقلت لك اكو ابيات اني قصائد احبها مثلا خاصه حتى بدون ما اسال الشاعر من مالته، بس بالمستقبل اكيد راح اعرف شاعر مالته. صح. بس لا اني من اشوف شعر حلو اظل اسال منو هذا. وتكتشفين نفسك انت بنفس الوقت مثلا الشعر اللي حبيتيه لفلان شاعر، من يسمعك غير قصيده جاهز ما تذوقيها. صح. لذلك انا اتذوق القصيده نفس اللي كتبها حتى تبقى نظرتي حلوه على نفس الشعر. عندنا دائما اني سيقولوا لي تنحاز، بس سبحان الله اني كلش اتذوق قصائد مهند العزاوي. تحياتنا لما نتشارك. مهند احسها ظاهره حلوه واثرت بالشباب. يعني علي بنات صغار وشباب صغار اشوفهم يسمعون المهند بالرغم من صغر سنه، بالرغم من انه بس قلت لك ذكاء الشاعر. ذكاء عافية. ومرات الوقت يلعب دور انه انا اتفرغ لهذا المجال. قلت لك هوايكو شعراء مبدعين وعندهم قصائد تخبل، بس ان الوقت ما يسمح لهم ان يتواصلون بالمهرجان. اكو ناس عندهم موضوع الشعر شلون وجبه الغداء مقدس. انه يقعد الظهر لازم يكتب. مو لازم يكتب، هي طبعا لازم انه خلاص، بس انه يكتب مره تطلع حلوه وعشره يمكن تطلع شيء. بس قولي لي مثلا مخصص باليوم نفسه طقوس خاصة للشعر ووقت معين للشعر، بالعكس هذا ينجح. هاني شوفه صدق، بالإضافة للذكاء اللي يمتلكه هو والموهبة اللي الله راسقه بها ينجح هذا. حلو. مخرجنا عندنا وقت نسمع شيء؟ سمعنا شيء حتى لو مقطوعة صغيرة. حتى لو مقطوعة يعني أبيات صغيرة، لو أحكي لك لوحة لو أحكي لك إيه كيفك. قصيدة تهم تحبيها ولو قديمة هي. يلا بس لعيونك أنت. شكرا. قول بيدي شققت جواز الذكريات، حتى ما أحس بفكرك أوصلك، وخرت ذكراك من عيني وبكيت باقي خيط مرورة بشفافي إلك، الشي أبي العايفني ما جبت ببلاش، كون أخليك بمكاني وأسألك، أدري بيك تحب على الفطرة البياض تعاونت ويشي أبي حتى ندللك. الله. وهي مو شغلة غشي ما نستحيت الصوت بيا سنين صارت وسلك، يعني ما معقوله ما شافك تخون يعني ينكسر قلبه علي ويدز ملك. طلقونا واحنا ما متزوجين. الله. الوقعوا على الورقه بالدمعه هلك، الشماته الضحكه وبدمع العريك هم ذول الذبوا بزفتك فلك. ويا الشماته تراهنت من فتت، بس بدمع غاف بثلج ساومت، متاكد قبال الولف يفتهم، نمت برغد بس ريت لا ما نمت، بعنادهم ثقيت ما ادري ايش حصل، راس القلب مرفوع لما قمت، قلت لهم انتبهوا علي من يجي تاليها عشم ما تشو سلمت، من نايطب من نانا هم طب حكي، ماكو مجال تركن وقاومت، ذيك اجمل اللحظات بس لا غلط، الشموع تقضي خيوطها السرسمت. الله. ايش قد حلو من شفتك حسبتك محب،
انت السبب خليتني تندمت مرتاح كأنك بالبعد يا رحت الله غير ايش عجب نساك شو بالعجل ما اعتقد مثل تمرمر تعب ومن اشتهيت الشعر مثل ارتجل اسأل علي الناس خاف ان ترد اضحك ودنق هيك اخذني الخجل الله كلش قليل ببعدك اصرف دمع من نشهق انفاسي ابذر هوى الله ايش قد احلمت كلش قليل ببعدك اصرف دمع من نشهق انفاسي ابذر هوى ايش قد احلمت حتى لبالك اجى والله لبالك اجى تخايلت نرجع ودري لا مو سوى الله ورديت انا توسلت وانت سكتت سكتت وغشمت نفسي وما ضقلت انطوى وببالي اشبع شوف منك عمر وانا ادري جفنك عين غير ارتوى متشفك تعثرك جروح المضن ورده الانقطعت ما يردها الدوى الله الورده الانقطعت ما يردها ما يردها الدوى شي يردها لا طبعا طيب علي كلمه اخيره الشكر الخاص لحضرتك على الاستضافه الجميله والحمد لله من شفتك بيتك هذا صار لي وايد ما شايفتك الحمد لله شكر شكر الجنود اللي خلف الكاميرات تعبوا ويانا شكر للمخرج تحياتنا له راح اسبقك بتهنئه راس السنه للناس طبعا اكيد خلي اسبقك بها كل عام وانتم بخير اليوم عندنا شويه احمرات وانا محضره روحي ويا رب سنه سعيده عليكم ان شاء الله يا شكر رب. القوات الامنيه والحشد الشعبي اللي لولاهم احنا ما قاعدين هاي القعده نضحك براحتنا وتحياتنا لكل العراقيين اكيد طبعا سبقني بعد حكاهن كل شحكي بعد ما احكي شيء كوبي بيست تحياتنا لكل الفنيين تحياتنا للمخرج علي دانا ومروان وذكرني مخرجنا حتى نذكرهم مروان واديب ومصطفى تحياتنا للكل ان شاء الله يا رب اتمنى لهم سنه سعيده ولكل العراقيين ان شاء الله يا رب تشوفون الحلقه وتعجبكم ونكون موفقين بتقديمها شكرا جزيلا لكم ونشوفكم بحلقات جايه من برنامج رسائل شوق انت شيت استهلك شهقه عوافي وخيبت ظني وصدق وياي ظنك تضارني اروح لوين رحت بكل مكان وسيفك ببالي شكلي لوق لك بس عندك أزمة ذوق اللي يغرد لك عمر ما تعرف تسمعه وجه الخوف ما يراد بس هو ايش حالاته يصير لو خايف على بنيه رجعنا منين ما جابتنا الأيام المطر من ينزل من الغيم مرغم